الزمالك والاهلي اتقابلوا امتى يعني كم مره على مستوى البطوله يعني على الشامبيونز ليج الافريقي؟ اتقابلوا 8 مرات ده يمكن تاريخيا النادي الاهلي على فكره تاريخيا وبرضو الارقام اللي احنا بنقولها دي ملهاش دعوه بالمباراه يعني ممكن تحصل نتيجه لا بس انت بتتكلم كتاريخ مواجهات النادي الاهلي تاريخيا ما خسرش ولا مباراه من الزمالك في دوري ابطال افريقيا يعني المباراه الاولى اول مباراه كانت سنه 2005 كانت في نص النهائي خلصت 2-1 لنادي الاهلي سجل الاهداف عماد متعب ومحمد بركات قدامنا على الشاشه المباراة الثانية كانت 16 أكتوبر كانت العودة نص النهائي خلصت 2-0 هدفين لصالح محمد بركات تمام. المباراة الثالثة كانت سنة 2008 في ربع النهائي انتهت 2-1 سجل الهدفين فلافيو وأحمد حسن المباراة الرابعة يعني أول ثلاث مباراتهم فوز النادي الأهلي المباراة الرابعة خلصت بالتعادل اللي كانت سنة 2008 2-2 سجل النادي الأهلي فلافيو وبوتريكا وسجل الزمالك جمال حمزة وأجوجو نيجي للمباراة الخامسة كانت سنة 2012 انتهت برضو بفوز الأهلي 1-0 كانت في ربع النهائي بهدف محمد أبو تريك نيجي لسنة 2012 برضو العودة أو ربع النهائي 1-1 تعادل 2013 ربع النهائي 1-1 برضو 2013 ربع النهائي 4-2 لنادي الأهلي اللي هي الهدف بتاع الكعب بتاع وليد سليمان صحيح وأحمد عبد الظاهر ومحمد أبو تريكة وأحمد فتحي يعني لو بصينا كده هنلاقي ان يمكن الارقام 8 ماتشات النادي الاهلي هو ما خسرش في المباريات اعتقد 5 فوز و3 تعادل 5 فوز و3 تعادل يعني ابو تريكه جايب 1 2 3 4 جايب 4 تجوان في المباريات الافريقيه في شباك الزمالك بركات جايب 2 1 كده 3 4 بركات جايب 4 يعني دي برضو عدد اهداف ابو تريكه وبركات من الهدافين اللي كانوا في شباك نادي الزمالك تحديدا اكتر 2 سجلوا في البطوله الافريقيه بركات وابو تريكه عماد متعب سجل هدف واحد فلافيو مسجل واحد هدفين دول يمكن الهدافين برضو في مباراه الزمالك في افريقيا محمد ابو تريكه ومحمد بركات انا بتفق تماما معاك هي كلها ارقام والارقام ساعات يعني المديرين الفنيين بياخدوها بيترجموا عليها بعض المواقف او بعض الحاجات اللي يشتغلوا عليها لكن يبقى النهائي وتبقى المباراه النهائيه ليها حسابات خاصه حسابات بيخش فيها طبعا العامل الفني والعامل النفسي والتحضير اللي قبل المباراه لكن كمان الارقام دي مهمه عشان كمان انا شايف انها بتدي ثقه من اللعيبه ثقه للجماهير لكن تبقى المباراه النهائيه لها شكل مختلف الرقم كمان دليل او مؤشر صحيح. يعني انت حته التاريخ ممكن تكون تاريخيا مش هتفرق قوي في المدير الفني او فنيا لكن انت بتتكلم بقى كفنيا او مع الفرقه الثانيه في الارقام لا بتفرق كمؤشر الارقام مش حكم نهائي صحيح. ولكن هي بتديك مؤشر تقدر ان انت تقيم بيه صحيح. يعني النهارده مثلا لما يبقى لاعب رجل المباراه مثلا اليو ديانج مثلا رجل المباراه بناء على ايه مثلا انت بتشوف لان يعني حضرتك اكيد عارف ان لعيبه الكوره بتتحرك بدون كوره يعني التحركات من غير كوره 98% ده هو تقريبا لو لمس الكوره في المباراه كلها بتبقى 2% دقايق او 3 دقايق في المباراه يبقى ده رقم تقريبا 2 دقيقه و60 حاجه كده يعني 3 دقايق بالظبط والباقي اوف بول فالارقام بتديك اللي هي الحته دي بس لكن انت برضو لازم تكون لك عين او رؤيه ان انت بتشوف تحركات يعني مثلا محمد النني في المباراه الاخيره في ماتش الارسنال واليونايتد في اخر الدقيقه 90 شفناه معدل جري رهيب معدل في الضغط بيحاول ان هو يعمل بلوك عشان يمنع التمريرات معدل جري عالي ممكن الرقم ما يبانش يعني هو ما قطعش الكوره لا هو كمان الرقم يا دكتور ساعات لو الرقم ما اتشافش فيه الهيت ماب كمان الخريطه الحراريه اللاعب ومسح او جري طبعاً. في الملعب مسافات دي والحته الحمراء فدي كمان حاجات مهمه جدا طبعا بتفرق جدا